أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Have you not seen, ألم ترى, those هؤلاء, اليهود, Jews and the Christians, والنصارى, who claim sanctity, الذين يزعمون, يعني, مدى أهميتهم, sanctity, worth of being important, يعني, for themselves, يزكون أنفسهم, فاكرين نفسهم مهمين, nay, بل, but Allah sanctifies whom he wills, بل الله يزكي من يشاء, and they will not be dealt with injustice, ولن يعاملوا بظلم, even equal to the extent, حتى مساوي, equal to the extent of a scalish thread in the long slit of a date stone. فتيلة, الفتيلة اللي هي, لا إله إلا الله, ترجمة فتيلة اللي هي the extent of a scalish thread in this long slit of a date stone. الفتيلة اللي هي الفتلة, مش الفتلة اللي هي بتبقى الحتة اللي بتبقى في النواة بتاع البلح بتاع التمر, اللي هي يعني لو قلنا التمر زي كده, ان اوكي بيبقى فيه ضيخات كده في النص هنا, اوكي ده الفتيل, اوكي ده ترجمتها بقى ايه, the extent of a scalish thread, خط رفيع خالص جدا هنا, in the long slit, في الفتحة الطويلة دي, of a date stone, بتاع نواية ايه, بلح, date, بلح او تمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Have you not seen those Jews and the Christians who claim sanctity for themselves? Nay, but Allah sanctifies whom he wills, and they will not be dealt with injustice even equal to the extent of a scalish thread in the long slit of a date stone. اللهم لا تجعلنا من الذين يزكون أنفسهم بل زكينا أنت يا الله. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. والله, don't make us of those who sanctifies themselves. والله, be the one who sanctifies us. And والله, don't deal with us with your justice, but deal with us with your generosity. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم تقبل منا ومنكم.